السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن عدنا إلى فقرتكم المفضلة اللي عليها طلب بشكل كبير، هي فقرة تقييم المكملات الغذائية. اليوم مكملنا هو السي 4 لرب، أحد مجموعة مكملات الطاقة المعروفة بالسي 4، تقريبا 6 أنواع، اخترت منها السي 4 رب ونسوي عنها بإذن الله حلقة. سي 4 مكمل طاقة، باللغة الإنجليزية اسمه بري ورك أوت. بري يعني قبل، ورك أوت يعني تمرين، يعني تاخذه متى؟ يعني تاخذه قبل التمرين تقريبا من 20 إلى ربع ساعة، تاخذه وأنت رايح تتمرن، ويفضل تاخذه على بطن يكون فاضي عشان يشتغل معاك بسرعة ويدخل في جسمك بشكل سريع. نروح مباشرة للأرقام، والعلبة الواحدة من سي 4 ريبت راح تعطيك 30 سيرفنج، يعني 30 سكوب في هذه العلبة، وخلينا نشوف الأرقام في كل علبة. عموما العلبة الواحد سكوب الواحد عفوا راح يعطينا فيتامين سي 250 ملي جرام فيتامين سي. فيتامين سي عدد فوائد للجهاز المناعي، في النياسين او الفيتامين بي 3، النياسين يساعد في تحويل الكربوهيدرات الى طاقه ومنها في 30 ملي جرام، وفي عندنا فيتامين 6، وفي عندنا فوليك اسيد وفيتامين بي 12. معظم الفيتامينات بي مختصه بانتاج الطاقه، في ايضا بعد كالسيوم، وفي كارنسين او البيتا الانين تركيزه هنا 1.6 جرام نسبة للعادية جدا نسبة للمبتدئين، هو دائما يبدأ من 1.5 إلى 5 جرامات بيتا الانين، الجرعات الموجودة في منتجات الطاقة بشكل عام. الأرجينين 1 جرام عفوا أحد الأحماض الأمينية اللي تساعد في تدفق الدم أثناء التمرين، وتساعد في ضخ الدم للعروق، تحس نفسك معرق، تحس في عروق بارزة إذا كان نسبة الدهون في جسمك منخفضة راح تطلع لك، أما إذا كان نسبة الدهون جسم عالية راح صعب يكون عندك عروق بارزة. شو في بعد؟ في نجي إلى خلطة سي 4 ريت لحرق الدهون، الخلطة المختصة بحرق الدهون في هذا المنتج، وهي جرام واحد بس، جدا جدا خلطة ضعيفة، لأنه جرام واحد جدا جدا ولا شيء يعني. في الكارنتين تابتريت، الكارنتين معروف له عدة فوائد في حرق الدهون، لكن شخصيا أنا ما أعتبره من المكملات الأساسية. اللي يهمني الجاي وهو مستخرجات القهوة الخضراء، القهوة إذا طرحت زرع القهوة أول ما يطلع يكون أخضر قبل ما ياخذوه إلى المعامل ويصير له تحميص يعطيك اللون الأسود. في شيء اسمه كلوروجينيك أسيد، الكلوروجينيك أسيد هذا مختص أو يساعد في زيادة الميتابوليزم والتمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي يساعدك على حرق أكثر أثناء التمرين. هذا بالنسبة إلى هذا خلطة الحرق الدهون. نجي إلى خلطة الطاقة، ولما نتكلم عن طاقة راح نتكلم على رقم واحد في وأسرع شيء يعطيك طاقة في منتجات الطاقة هو الكافيين. انهيدروس كافيين نقي، انهيدروس انقى من الكافيين اللي يكون موجود في القهوه، يكون هذا التركيز المافي جدا قليل او حتى منعدم، فبالتالي يكون سريع المفعول للشخص اللي ياخذه. تركيز الكافيين انهيدروس هنا 150 ملي جرام، 150 ملي جرام هي البدايه في منتجات الطاقه، 150 تطلع الى 400 ملي جرام تقريبا، هذا اللي في مستر هايد. هذه النسبه اللي تتراوح، وفي الشخص بشكل عام يفترض ما يتعدى 400 ملي جرام كافيين في اليوم، في ناس تاخذ اكثر بس انا اتكلم بشكل عام كي لا يحصل لك مضاعفات مثل زياده نبضات القلب والارق وغيرها من زياده مشاكل الكافيين. في بعد هذا هو العضو المفطري، كيف استخدم مثل ما قلت تاخذ سكوب مع نسبه بسيطه، او ممكن تقلل، او احيانا ممكن تاخذ سكوب مباشره وتشرب عليه وامورك طيبه مثل ما كنت انا شخصيا اسوي، وراح اعطيك راي الشخص مين جربته قبل تقريبا 3 أو 4 سنوات اول ما نزل. اوكي تكلمنا عن المواد اللي فيه ومنتجات اللي فيه. راي الشخص في مكملات، طبعا هذا المنتج ما فيه كرياتين، كرياتين فري ما فيه كرياتين، فبالتالي اذا خايف من الكرياتين ما تاخذ كرياتين مثلي، انا ما احب الكرياتين، فبالتالي امورك طيبه. اخذته تقريبا قبل 4 سنوات اول ما نزل، شفت سي 4 ريبت وحرق دهون وتحمست، وما راح يحرق دهون من الاخر، اي شيء يقول حارق دهون ما راح يحرق دهون من غير برنامج غذائي ونظام غذائي يساعدك اصلا في حرق الدهون. اخذت اول اسبوع كان امور طيبه، بعدين مثل مشاكل المكملات الطاقه يبدا مع الوقت يقل المفعول، فتضطر يا تزيد الجرعه، زياده الجرعه يعني زياده مشاكل، لان راح ترفع الكافيين نسبه عاليه، احتمال الارق ما تنام ومشاكل ثانيه، او راح تبدل وكل شوي راح تخسر لك فلوس تشتري مكمل طاقه جديد. هذا هو مما ياخذ مكملات الطاقه. شخص عنده مشاكل في القلب
لان في كافيين راح يرفع عند الكافيين. شخص عنده حساسيه من الكافيين نلقاه ما يقدر يشرب قهوه تصير له حساسيه. البنت الحامل، البنت اللي ترضع، الشخص اللي عنده مشاكل صحيه بشكل عام في المعده او في الغدد، يبعدوا نهائيا عن هذا الموضوع. عافانا الله واياكم. و يعني مو شرط تاخذ، ما هو هذا المكمل اللي راح يخليك يعني خلاص فوق. فبالتالي صحتك اولا واخيرا، والمكملات بشكل عام انت مخير فيها، حاب تاخذ كان بها، ما انت حاب تاخذ انت حر. اللهم انا جالس اقول لك بالضبط، اعود الى كلمه انا، اعطيك بالضبط هذا المكمل ايش فيه، واعطيك ستعرف الصاير، تروح محل المكملات تفتح حلقه ممكن تكون فاهم بالضبط ايش قاعد تقول الشخص الموجود، لكن ما اقول لك اشتري واحد اثنين ثلاثه والها فلوسك. اوكي، هذا المكمل ماخذ على موقع bodybuilding.com، ماخذ عود الان شيطان وين اتوقع 8.9 من 10 بالنسبه جدا عاليه، لكن انت ليست مقيد بارقام وراء الناس، انت مقيد برايك الشخصي. والله انا عادي حتى لو كان الناس تمدح فيها ممكن يعجبني. هذا هو باختصار حلقه اليوم. الحلقات اللي عن المكملات الجايه راح اطلب منكم طلب انكم تحطوا في التعليقات المكمل اللي حابين نسوي عنه حلقه، والمكمل اللي راح تجيه اكثر لايكات راح اسوي باذن الله عنه حلقه. عادي نحط اسم المكمل اللي انت حاب نسوي عنه حلقه، وكلم ربعك فزعه تعال حطوا لايك عشان نسوي لك عنه حلقه. اوكي، فما لو شفت ما في مكمل عليه لايكات بشكل كبير وحسيت انه العالم ضايعه، فانا راح اختار من راسي واحد وانزل عنها. يعطيكم العافيه، الدعم والمحبه والاشتراكات واللايكات، ويعلم الله ان هذه القناه لافادتكم. انا شخص لا جالس ابيع مكملات غذائيه ولا شيء، فراح اعطيك رايي من الاخير في المكمل اللي اسويه عنها. خلصنا؟ السلام، ختام.